لا، معكم أخوكم عبد المجيد عسكر العنزي، المشرف على فريق جامعة الملك سعود للعمل التطوعي، المشرف على أندية كلية التمريض وأندية المسؤولية الاجتماعية في جامعة الملك سعود، ممرض ومتطوع في هيئة الهلال الأحمر السعودي. ولله الحمد حصلت على أعلى وسام تمريض في العالم، وسام فلورنس نايتنجيل، كأول سعودي وخليجي وسادس عربي يحصل على هذا الوسام منذ منحه في عام 1912 ميلادي. كانت الشروط صعبة والمتطلبات صعبة، ولله الحمد حصلت على هذا الوسام الذي يعتبر أعلى وأهم وسام تمريض في العالم. ولله الحمد استقبلني سمو أمير الرياض في قصر الحكم اليوم، وأثنى على حصولي على هذا الوسام وعلى جهودي المبذولة في تطوير مهنة التمريض والتطوع في مكة المكرمة في الحج والعمرة وتقديم المساعدات للزوار بيت الله الحرام. تقدم الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين لدعمهم الكبير لمهنة التمريض والمجال الصحي بشكل عام، وإن شاء الله نحقق كسعوديين أعلى جوائز، وهذا طموحنا ولله الحمد.